الحمد لله. وانا بحييك عامه على اللي انت هتقدمه النهارده الفقره الثانيه، اخيرا حد يعني عبر الكوميونتي الرياضيه او المجتمع الرياضي، دي حاجه بشكرك عليها. والله والله نادر، احنا حاسين ان شاء الله باذن الله ان بعد انتخابات الرئاسه دي الرياضه هيكون ليها وضع تاني، الاعلام الرياضي ان شاء الله هيكون ليه وضع تاني، احنا شكل يعني احنا نفسنا حاسين ان احنا ان شاء الله هنتغير. وانا اشكرك تاني، لان ده اعتقد البرنامج الوحيد الرياضي اللي استضاف مرشح. ميرسي جدا، شكرا لذوقك. كابتن نادر، الحقيقه اسالك طبعا عن حسام غالي، كلام كتير قوي على حسام، هل حسام موجود في النادي الاهلي؟ هل فعلا في مشكله؟ والله يا سيف، كل الاسئله اللي حضرتك سالتها دلوقتي دي انا ما عنديش اجابه ليها خالص، يعني انا عارف ان الموضوع كان خلص، وفوجئت بمستر مانو كوزي قال الكلام اللي قاله اول امبارح، وزي ده اي حد تاني فوجئ يعني انا مش ما عنديش رد للاسئله الكتيره اللي سالتها، فاهم قصدي؟ انا بس زي ما قلت قبل كده ان حسام غالي بيحترم عقده مع النادي الاهلي، هو ابن النادي الاهلي، والجهه المعنيه بالنسبه لي او بالنسبه لحسام غالي ان هو الاداره بتاع النادي الاهلي او كيان النادي الاهلي، لان هو ده اللي عامل العقد مع حسام غالي، مع احترامي الشديد جدا وتقدير لمستر مانو كوزي طبعا، ما اقدرش اتكلم عنه باي حاجه وحشه. طب نادر، عايز اسالك يعني سؤال يعتبر شخصي كده شويه، يعني عمل ايه حسام غالي؟ ماذا فعل حسام غالي؟ برضه هرجع اقول انا ما كنتش موجود في الملعب، وما اقدرش اقول حاجه انا ما شفتهاش بعيني او استنتج عن السمع، بس عارف كويس قوي زي ما حضرتك قلت دلوقتي على النادي الاهلي، النادي الاهلي اعتقد لو في حد غلط او تطاول او عمل اي حاجه بيوقع عليه غرامات وبيحصل حاجات كتير قوي، لكن اللي انا شايفه او الواضح ان مستر مانويل هو اللي يعني عمل رياكشن، بس بمعنى ان ما فيش قوي حاجه تطول او حاجه حصلت من حسام، بالعكس الراجل بيتمرن وراح التمرين وما عملش ما جابش وما اتدلعش، فاعتقد ان الموضوع شخصي جدا بالنسبه لمان خوزي، ملوش دعوه بتطاول او حاجه حسام غالي عملها. هو بمنتهى الصراحه ده اللي انا كنت الرد اللي انا مستنيه من سؤالي بالظبط كده. عايز اسالك سؤال تاني نادر، انت يعني في اتصالات حصلت مع مسؤولي من النادي الاهلي، قعدت مع حد؟ يعني اكيد انت دلوقتي شغال لحسام بره او جوه او عارف هو افندم؟ لا اتفضل حضرتك. يعني اكيد في اتصالات حصلت، اكيد انت مش مستني الضوء الاخضر بحيث فجاه يقولوا احنا مش عايزين حسام تبتدي تسوق. لا تصدق بقى في الحته دي بالذات، لا انا مستني حد من النادي الاهلي يكلم بس ويقول ان الكلام ده هل هو صح هل هو غلط، مستنيين مستر مانويل يجدد او ما يجددش، موقف النادي الاهلي افهمه لان انا مش فاهم، ولازم بناء يعني لازم حسام غالي عنده عقد من النادي الاهلي، فاعتقد ان هو وكابتن النادي الاهلي اعتقد ان هو المفروض يفهم، ودي حاجه ما تزعلش حد يعني، فانا ما اقدرش ان انا اخد كلام مستر مانويل ان هو حقيقه بنسبه 100%، لكن كلام النادي الاهلي بالنسبه لي هو الحقيقه 100%، فعشان كده انا مستني رد النادي الاهلي. طب وميول حسام غالي بعد الازمه دي يا نادر، يا ترى النادي الاهلي ولا يفضل الرحيل؟ لا حسام غالي ابن النادي الاهلي وعاشق للنادي الاهلي وعايز اكيد يقعد في النادي الاهلي. طيب لو الموضوع حصل فيه ازمه وحصل فيه مشكله، وجهه حسام غالي القادمه داخل مصر ام خارج مصر ام دول عربيه؟ انا دايما بختلف معاك في حته الدول العربيه. انا مش هسميها ازمه، انا مش هسميها ازمه، انا عايز توضيح للموضوع، خلاف احنا عايزينه او مش عايزينه، مش هي مش ازمه، هي احترام للقرار. لو هو مثلا مش عايز حسام يبقى الاداره مش عايزه حسام، فبالتالي نبتدي نشوف هنبتدي ناخد حسام نوديه فين، فاهم قصدي؟ لكن ان هي مش ازمه، هو بس قرار او موقف، وده اللي انا دايما بقوله يا جماعه، دايما الاحترام ما بين اللعيب والنادي او اللعيب والجهاز الفني لازم يكون واضح وصريح اولد واي، يعني صريح للناس كلها، لان دي مش حاجه تعيب يعني. فلو الجهه بنتكلم في الجهه اللي حضرتك بتتكلم عليها، اعتقد ان هيكون السوق مفتوح لحسام في اي حته، بس طبعا هيكون اقرب للخليج او اقرب لتركيا مثلا، لكن انا اتمنى طبعا ان حسام غالي يفضل في النادي الاهلي يعني. وهو عايز كده الصراحه، لان الشاره بتاعت الكابتن بتاعت النادي الاهلي الكابتنه بتاعت حسام فخور بيها وعايز يكمل في النادي الاهلي. شكرا جزيلا الحقيقة يعني.